السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. شاهد نتائج الانتخابات الأمريكية 2020، ومستشارة ترامب الروحية تصلي وتدعو الملائكة لمساندته. ولكن فضلا وليس أمرا عزيزي المشاهد، ادعمنا بلايك تشجيعا لنا ولنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. تناقل مغردون حول العالم تسجيلات مصورة للقسيسة بولا وايت مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الروحية، وهي تصلي وتدعو الله لكي ينصره على أعدائه. وقد أطلت السيدة الخمسينية الشقراء في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتقدم فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن حتى الآن. وشارك مستخدمون على مواقع التواصل مقتطفات من الصلاة معبرين عن عدم تصديقهم وذهولهم من أسلوبها ومضمون صلاتها، إذ أنها دعت الملائكة لمساندة ترامب قائلة إنها تسمع صوت النصر. وتظهر بولا وايت وهي تردد الصلاة بصوت عالي وبإيقاع متسارع وحازم مكررة: أسمع صوت هطل المطر، أسمع صوت النصر، أسمع صوت صراخ وغناء، أسمع صوت النصر الآن في زوايا الجنة. الله يقول إن الأمر قد تم، كما دعت لحماية ترامب من المؤامرات الشيطانية والأجندات الشيطانية وكل روح شيطانية، وطلبت من الله أن يضرب ويضرب ويضرب وهي تؤدي بيدها حركة تشبه الجلد. وأضافت بولا وايت أن الملائكة آتية إلينا من أفريقيا ومن أمريكا الجنوبية، واصفة الأمر بأنه تعزيزات ملائكية، فيما على التصفيق حولها. وكان أكثر ما أثار الصدمة في البث المباشر الذي شوهد ملايين المرات استخدام القسيسة الإنجيلية المعروفة عبارات غير مفهومة، وذلك في تقليد يسمى بالنطق بالألسن، إذ يعتقد من يؤدونه أن الروح القدس يحل عليهم ليصبحوا قادرين على التحدث بلغات قديمة لا يعرفونها. هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها طريقة صلاة بولا وايت الذهول، إذ يكفي كتابة اسمها في خانة البحث على موقع يوتيوب لكي تظهر عدة تسجيلات قديمة لها تؤدي فيها الصلاة بطريقة مماثلة. وخلال جولات ترامب الانتخابية كانت ترافقه وتظهر في عدة صور بجانبه في البيت الأبيض مع عدد آخر من القساوسة، وهم يؤدون ما يعرف بطقس وضع الأيدي، ويعني الصلاة عبر وضع اليد على مسافة قريبة من جسد ورأس الشخص المعني لمده بالطاقة. وفي إحدى عظاتها تقول وايت: حين أطأ أرض البيت الأبيض فإن الله يطأ أرض البيت الأبيض، لدى كامل الحق والسلطة لأعلن البيت الأبيض أرضا مقدسة، لأنني كنت أقف هناك وكل مكان أقف فيه هو مكان مقدس. وكانت وايت شخصية مثيرة للجدل منذ صعود نجمها في عالم التبشير التلفزيوني عام 2001 من خلال برنامج أسمته بولا وايت اليوم. أسست عام 1991 كنيسة من دون جدران الدولية مع زوجها السابق المبشر راندي، وتوسعت أعمال الثنائية ضمن هذه الكنيسة حتى جمع ملايين الدولارات. تنتمي بولا وايت إلى طائفة الإنجيليين المتجددين، وهي إحدى طيارات المسيحية المواهبية، ويؤمن أتباع هذا الطيار عموما بأنهم يتمتعون بمواهب خارقة منحها لهم الله، وأبرزها النبوءة والقدرة على تحقيق المعجزات والتحدث بألسن غريبة. كما تبشر وايت بما يعرف بإنجيل الوفرة، ويعني أن كل قرش يتبرع به المؤمنون لدعم الكنيسة على الأرض سيزيد حظوظهم بالجنة. ومع اتساع شهرة وايت وثروتها، اتهمت بالاحتيال خصوصا بعد انفصالها عن راندي وايت وإفلاس كنيسة من دون جدران في عام 2008 بعد تحقيق بنفقات عدد من المبشرين الإنجيليين. كما يشكك قصر بصدق رسالة وايت بسبب أسلوب حياتها المطرف، لكن ذلك لم يوقف وايت التي ولدت في عائلة فقيرة وتوفي والدها في سن صغيرة وحملت بابنها حين كانت لا تزال في 18 من العمر.